اهلا وسهلا بيكو في اول فيديو من سلسله تعلم اللغه الانجليزيه من تحت الصفر. والسلسله دي مختصه بكل ما يتعلق بالقواعد النحويه للغه الانجليزيه. وبالمناسبه الجرامر مش صعب خالص بتاع اللغه دي بالذات، وخدوها مني عن تجربه، ده تخصصي. قبل ما ابدا في اي حاجه عايزاكم تروحوا حالا تجيبوا ورقه وقلم وتسجلوا كل حاجه هقولها في اول حلقة من السلسلة المهمة جدا دي. خلوني كده مبدئيا الاول اعرفكم شوية على اللغة اللي احنا هنغوص في اعماقها والقواعد بتاعتها. هي لغة تقريبا نص سكان العالم بيتكلموها، وبيختاروها دايما النص الثاني كلغة تانية يتعلموها لان هي سهلة مقارنة ببقية اللغات. اولا كده هي بتتكون من 26 حرف. الحرف ده اللي هو letter ده موجود من حروف capital و small. الحروف الكابيتال اللي هي الحروف اللي هي الكبيره اللي هي بنسميها الابر كيس، دي بتبقى في اول كلمه في اول الجمله وفي اول حرف فيها، وممكن برضو نستخدمها لاول اسماء العالم في اول حرف. انما اللي هي اللور كيس اللي هي السمول ليترز دي بتبقى لبقيه حروف الجمله. والليترز دي هي اليونتس الوحدات اللي بيتكون منها الوردز او كلمات في اللغه الانجليزيه، وبتنقسم لنوعين: حروف العلة اللي هي الحروف المتحركة اللي هي الـ A والـ I والـ O والـ U والـ E، واللي هي الحروف الساكنة اللي هي بقيت الحروف في اللغة الإنجليزية. حروف العلة تمام اللي هي بنسميها الحروف المتحركة دي عبارة عن اللي هي الضمة، الفتحة، الكسرة، الواو، الألف، الياء، المد في اللغة العربية بتاعتها. في بقى حرفين اللي هما الـ Y والـ W، دول بيعملوا كحروف علة وفي نفس الوقت كحروف ساكنة. لو جم في أول الجملة مثلا زي war تمام أو yard بيعملوا حروف زي الحروف الساكنة بالظبط، لكن لو جم في نص او في اخر الكلمه بيعملوا على حروف زي flower زي tiny. كلمات بتتقسم لمقاطع syllables. دي يعني ايه؟ يعني مثلا كلمه زي beautiful دي مش مقطع واحد، دي ثلاث مقاطع بينتها beautiful تمام، دي كده ثلاث مقاطع. بعد كده عندنا مثلا كلمه زي pretty، فبنلاقي ايه؟ pretty مقطعين. في بقى كلمات بتحتوي على مقطع واحد زي pen وfood. السيلابلز دي هي المقاطع الصوتية بتاعت الكلمات، انما الليترز هي الوحدات بتاعت الكلمات الكتابية. ويقسم النحاء كلمات اللغة الانجليزية ليه 8 اقسام تمام، هما الاسم ناون، الضمير بروناون، والفعل فيرب، الصفة ادجكتيف، والحال ادفيرب، والحروف الجر بروبوزيشن ذا كونجنكشن، وكلمات التعجب دي انترجكشن. ممكن كلمة واحدة اخدها اعمل منها اسم وصفة وفعل وكل حاجة تمام، يعني في جملة تبقى وصفها مثلا حال، في جملة تانية لا يبقى وصفها مختلف، ده على حسب الصياغة بتاعت الجملة. ما اقول ايه مثلا it was a long night، long هنا ايه؟ صفة. اجيك جملة تانية I long to the old days، هنا بتعمل معاملة الفعل verb. في جملة تالتة they he won't stay long، هنا بقت حال الفيرب. فخلونا على طول نبدا باول قسم وهو قسم الاسماء نامز. عندنا الاسماء بتنقسم لقسمين: اسماء مجرده تمام واسماء مجسمه. من اسمائها كده الاسماء المجرده اللي هي abstract nouns، دي اللي هي ما لا يمكن ادراكها بالحواس السمع، دي اللي هي ايه؟ الكونكريت نامز، دي اللي هي حاجه انا بعرف المسها، ادركها بحواسي، بعرف اشوفها بعيني، بعرف استخدم الاجهزه الثانيه اللي هي موجوده في جسمي علشان احددها. ودي بتنقسم لثلاث اقسام: common اسماء اللي هي العامه، proper اللي هي اسماء العلم، والcollective اللي هي الاسماء كل الاسماء اللي هي العامه اللي هي common nouns دي بنستخدمها وصف ناس، حيوانات، اشياء. انما اسماء بقى اللي هي proper nouns اللي هي الاسماء اللي هي العلم دي اللي هي بتبقى مختصه باسامي الاشياء نفسها، ودي عاده بتكون في كابيتال ليترز زي اول حرف. برضو عندنا اللي هي الكولكتيف ناونز اللي هي الاسماء الكليه، دي اللي هي بتضم مجموعه متجانسه من البشر تمام او الاشياء او الحيوانات او اي فيرب زي اي ان جي، ده كده بقى اسم تمام. بينما بنتكلم عن الاسماء ده بيسمى فيرب ناون او جمع. الاسماء بتقسم لقسمين عامه، اللي هي الاسماء اللي هي تعد اللي هي الكاونتبل ناونز، والاسماء التي لا تعد اللي هي الانكاونتبل ناونز. دي اللي هي مثلا عندنا زي اسماء اللي هي المواد الماتيريالز او الاسماء اللي هي المجرده اللي هي ابستراكت ناونز. وده كده قاعده سهله وبسيطه، الاسماء اللي بتعد اللي هي نقدر نجمعها، الاسماء اللي لا تعد اللي احنا ما نقدرش نجمعها. نبدا بحاله الاسم كيس، دي اللي هي الوظيفه النحويه بتاعت الاسم، بالمعنى الاصح الموقع في الجمله ايه. فانتوا لما بتيجوا مثلا تشوفوا الجراماتيكال فانكشن بتاع الاسم ده لازم تلجأوا تشوفوا الاول هو وظيفته ايه في الجمله، زي بالظبط كده الاعراب عندنا
في عندنا للاسم اربع حالات. حاله من حالات الاسم وهي حاله الفعل subjective case، او اللي هي الحاله اللي هي حاله الرفع اللي هي nominative case. دي اللي بيحصل فيها الفعل بيجي اولا في الجمله الاخباريه اللي هي العاديه، بيجي قبل الفعل، تمام؟ فمثلا اقول الاول subject وبعد كده verb، اقول مثلا the lion escaped، تمام؟ بيجي بعد كده برضو بعد الفعل لو في جمله استفهاميه interrogative، فبيبقى موقعه في الجمله بعد الفعل المساعد اللي هو helping verb. فالتركيبه بتبقى ازاي؟ helping verb subject و اللي هو ال remainder of verb. زي مثلا اقول did منى arrive. تاني حاله بقى بعد كده عندنا هي حاله المفعول به ال objective case. دي بيجي فيها المفعول به على شكلين، اول شكل اللي هو بيجي عادي اللي هو مفعول به لفعل متعدد transitive verb، دي هشرحها لكم بعدين، ماشي؟ ده بقى بيكون شكل الجمله ازاي، بيكون الاول subject بعد كده verb بعد كده object. زي مثلا he bought a book. في بقى الحالة التانية اللي هي بيجي مفعول به لحرف جر، دي اللي هي بيبقى تركيب الجملة subject verb حرف الجر اللي هو preposition بعد كده الobject اللي هو المفعول به. مثلا اقول he jumped on the table. تالت حالة بقى عندنا الا وهي evocative case اللي هي حالة النداء. دي بيجي فيها اسم الشخص يا اما في اول الجملة يا اما في اخر الجملة، وهنا بيبقى موجود علشان بتجذب انتباه الشخص، وبيتم فصل الاسم اللي انت بتناديه بي كوما. زي مثلا منى شد الدور. رابع حاله بقى ودي عايزاكم تركزوا فيها شويه اللي هي البوسيسيف كيس اللي هي حاله الملكيه. دي ببساطه بتعني ايه؟ وجود علاقه بين شخصين او شيئين او شخص وشيء. القاعده العامه هنا فيها اللي هي اكس واي اللي هي ايه ايكوال واي اوف اكس. تيجي على ثلاث اشكال، اول شكل اللي هو ايه ملكيه شخص لشيء. يعني اقول مثلا ذا جيرلز دول، يبقى اقول اقدر اقول ساعتها ايه ذا دول بلونجينج تو ذا جيرل، تمام؟ دي اول حاله. كان عندنا ثاني حاله اللي هو تبعيه شيء معين للشخص ده اعتباره جزء منه. زي مثلا اقول the girl's leg، فاقدر اقول ساعتها ايه the legs of the girl. تالت حاجه اللي هي بيبقى فيه علاقه ايه خاصه بين الحاجتين، اللي هو مثلا اقول مثلا ايه the girl's teacher، اقدر برضو اقول the teacher who teaches the girl. ولو تلاحظوا هنا ايه اللي حصل في كل الحالات، ان في ابوستروف اس، دي اللي احنا بنسميها اس الملكيه. انت بقى بنضيف الابوستروفي واس ده في ثلاث حالات. اول حاله في اللي هي الكلمات المفرده اللي اخرها ما فيهوش اس، زي مثلا students book. حاله كمان اللي هي حاله مثلا اللي هو الجمع، تمام؟ اسماء جمع بس اللي هي برده مش منتهيه باس، زي people's voice. نضيف الفرزه دي بس في حاله اللي هو لوجود الاسماء الكلاسيكيه القديمه اللي هي منتهيه بحرف اس، زي موزس لوز مثلا. برضو ممكن اضيفها الاسماء اللي هي الجمع المنتهيه باس. عندنا بقى الحاله الثالثه دي اللي هي خاصه باسماء العالم الحديثه، ممكن نستخدم الطريقتين، يعني ممكن نقول ذا سميث كار اور ذا سميث كار. طب امتى بقى بنستخدم اللي هي حاله الملكيه البوسيسيف كيس؟ في خمس حالات. اولا بنستخدمها لتعبير عن حاله الملكيه الانسان والحيوان، ممكن اقول كاتس باو اليس فازر. ممكن برضو نستخدمها لاسماء الدول والسفن، برضو ممكن نستخدمها للتعبير عن الوقت ولبعض الاستراحات الجاريه اللي هي الكومن ايديومز، زي مثلا اقول ا ويكس هوليداي او ذا ترامز ويل. الحاله الثالثه اللي هي بستخدمها عشان اختصر وانا بعبر عن الاماكن او المباني، يعني مثلا اقول ايم ستينج ات ماي انتس، ما كملش بقى ما اقولش مثلا هاوس او فيلا، لان خلاص بقى معروف ان انا هبات عند عمتي، مش لازم اقول في بيت عمتي. برضو ممكن اقول run quickly to the butchers، فمش لازم اقول to the butchers shop، محل الجزارة هو معروف ان هو محل، فاختصرها بلو ايه اجري بسرعة روح الجزارة. بالنسبة بقى للحالة الرابعة اللي هي بتبقى عبارة عن of plus noun، ناس كتير بيفضلوها وبيقولوا ان هي احسن في التعبير عن الجمادات بدل ايه الابوستروفي. يعني مثلا اقول the keys of the door، ما اقولش the door's keys. وانا بقى ايه بحب مثلا يعني اتخلص بقى من معضله اللي هي الاوف والاس دي والغيها اصلا، يعني اقول ذا دور كي. وفي الحاله دي ببقى استعملت الاسم كصفر اللي هو بقى اسم وصفي او نعتي اللي هو الادجكتيف ناون. نقطه بقى مهمه جدا جدا جدا، وهي الاستخدام بتاع قاعده اوف بلس ناون للعاقل. ده يعني انتم المفروض تستخدموه اصلا العاقل على طول. ليه؟ عشان تتفادوا اللبس او سوء الفهم اللي هيحصل. يعني مثلا لما اقول لكم ذا جيرلز كوتس، انتوا فاهمين انا بتكلم ان في معاطف كتيره لكل بنت معطف، ولا فاهمين ان انا بتكلم عن ان هي بنت واحده وليها معاطف كتير؟ فما فهمتوش انا قلت ايه. فعشان اللبس ده بيفضل ان احنا نقول
the coats of the girl او the coats of the girls. فانا كده فهمت انتوا قصدكم على ايه. مراجعه سريعه كده على استخدام الاسماء. اولا بنستخدمها ك subject or verb، فعل فاعل، زي مثلا اقول مها arrived. ممكن برضو استخدمها كاسم نداء evocative noun، اقول ناديه come here. ممكن استخدمها تكرار لاسم او اسم اضافي، زي مثلا اقول سادات president of Egypt won the October war. ممكن برضو استخدمها كمفعول به مباشر direct object، اقول مثلا منى bought a book. ممكن استخدمها كمفعول به غير مباشر indirect object، اقول منى bought لينا a book. ممكن برضو استعمله كتكملة لفعل ناقص، مثلا اقول عادل is a pharmacist. ممكن استخدمه كمفعول به لحرف جر، اقول the cat jumped on the table. ممكن استخدمه كتكملة لبعض الافعال اللي بتحتاج مفعول به وتكملة هشرحها بعدين برضو، مثلا زي ما اقول they made him king. برضو ممكن استخدمه في البوسيسيف كيس، حالة الملكية، زي مثلا اقول the boys birds escape. ممكن نستعمل برضو زي ما قلنا الاسم كصفر اللي هو الادجكتيف ناون، يعني مثلا نقول he bought a bed cover. بالنسبة بقى للجمع والافراد بتوع الاسماء ايه اللي بيحصل فيهم؟ مبدئيا كده الاسماء اللي هي بتعد اللي هي الكاونتبل هي دي بس اللي بنجمعها، تمام؟ زي ما انا قلت لكم. بعد كده عندنا ان مفيش اصلا مثنى في الانجليزي، ده مش موجود. عندنا يا اما مفرد يا اما جمع، يعني حتى لو اتنين برضو هنجمعها. نحول مثلا السنجلر لبلورال باضافه اس، زي مثلا اقول chair chairs. بس في بقى شواذ للجمع، يعني مش كل الكلمات بنجمعها بنفس الطريقه دي، لا، في كده ايه حاجات هقول لكم عليها، زي مثلا اللي هي الكلمات اللي بتنتهي بحرف هامس اللي هو hissing sound، زي مثلا الاس او الاس اتش او السي اتش او الزد او الاكس، دول كلهم بيتجمعوا عن اضافه اي اس. يعني مثلا اقول بوكس بوكسز، تشيرش تشيرش. في برضو شواذ لحرف الاو، لو كلمه من اصل انجليزي منتهيه باو بنضيف لها اي اس، زي بوتيتو بوتيتوز. انما لو كلمه من اصل اجنبي تمام بنضيف لها اس بس لو نهايتها او، مثلا اقول بيانو بيانوس. لو برضو كلمه قبل الاو في حرف عله، زي مثلا فوليو فوليوس، بنضيف برضو اس بس. بالنسبه بقى لشواذ حرف الواي، تمام، لما بيجي في اخر الجمله لو هنجمعه، مثلا لو هو قبليه حرف ساكن تمام بنحذف الواي وبنضيف اي اي اس. مثلا اقول ليدي يبقى جماعه ليديز. في برضو لو الواي قبله حرف عله تمام، ساعتها بنسيب الواي وبنضيف اس بس، زي مثلا بوي بويز. بالنسبه لي شواذ حرف الاف، ففي 13 كلمه تمام، دول بنخلي بنحول الاف او الاف اي من المفرد بنحولهم لفي اي اس، زي مثلا نايف نايفز، كولف كولفز، الف الف. بقى كلمات بتبقى منتهيه بالاف والاف اي دي، ودول برضو ايه بنضيف لهم عادي اس، زي مثلا سيف سيفز. في برضو كلمات احنا ممكن نجمعها بالطريقتين، يعني ممكن يبقى مثلا عندنا كلمه زي دورف، ممكن اخليها دورفز او دوارف. في بقى كلمات ما بيختلفش فيها المفرد عن الجمع، يعني هو هو، زي مثلا اقول دير او سردين او شيب. عندنا برضو فيش، برضو فيش ممكن تتجمع نقول فيشز لو احنا قصدنا اسماك اللي هي الانواع المختلفه. في بقى كلمات كتير ليها جمع شاذ ودي لازم تتحفظ، زي مثلا وومن ويمن، جنتل وومن جنتل ويمن، توس تيز فوت فيت. اما بالنسبه بقى للكلمات الاجنبيه فهي غالبا بتحتفظ بطريقه الجمع بتاعتها زي ما هي، يعني مثلا اللي هي الكلمات اللي بتنتهي ب اي اس في المفرد بنحولها ل اي اس في الجمع، بنحذف الاي اس وبنحط اي اس، زي مثلا واسس ويزس هكذا. في برضو كلمات اللي هي بتنتهي ب يو اس بنشيل يو اس وبنخلي اخرها اي، زي مثلا كاكتوس كاكتي، فانجس فانج. الكلمات اللي بتنتهي بيو ام او او ان بنحذفهم وبنخليها بتنتهي بحرف الاي، زي مثلا بكتيريوم بتبقى بكتيريا. وساعات الكلمات بتتجمع بالطريقه الاجنبيه او الانجليزيه. ملاحظات على جمع الاسماء، وهي في برضو ان اولها ان الاسماء المجرده اللي هي الابستراكت ناونز ما بتتجمعش على الاغلب، وبنستخدم معاها فعل مفرد، يعني مثلا اقول سبيد از ليميتد اون موست هاي ويز، تمام. برضو ساعات ممكن اجمعها لو عايزه اغير المعنى او المعنى يختلف. نقطه تخص الاسماء اللي هي لا تعد اللي هي الانكاونتبل ناونز، دي ما بتتعدش تمام على الاغلب، بس في طرق ليها لازم نعدها لو جه ليها معنى محدد تاني. يعني مثلا جلاس بمعنى ازاز ما بتتجمعش، لكن جلاس بمعنى كوبايه بتتجمع بتبقى جلاسز. طيب ايرون حديد ما بيتجمعش، لكن لما مثلا قلت ايرون معناها مكوه بتتجمع بتبقى ايرون. في برضو بعض الكلمات اللي ملهاش جمع، زي news information progress furniture cost، دي كلها ما بتتجمعش. يعني مثلا اما تيجي تقولوا كلمه زي mathematics او physics انتوا بتقولوا
ماده صعبه ولا مواد صعبه، انت بتتكلم على اساس حاجه واحده فما بنجمعهاش، بنستخدم معاها عادي فعل ايه مفرد. كلمات ملهاش مفرد زي مثلا سيزرز، تراوزرز، بانتس، شورتس، دي اللي هي بتبقى عباره عن الكلمات اللي هي ليها نصفين متماثلين، فبستخدم قبلهم a pair of، مثلا اقول a pair of scissors were used to cut the cloth. في برضو معظم الاسماء اللي منتهيه ب ings زي savings، surroundings، معظم الاسماء اللي هي منتهيه ب ics ما عدا طبعا mathematics و physics زي economics. في برضو اسماء تانية ملهاش مفرد زي wages. بالنسبه بقى للاسماء الكليه اللي هي collective nouns، دي بتعامل معامله المفرد تمام لو احنا قصدينها كوحده واحده، يعني مثلا اقول ايه the crew was efficient. طيب لو انا قصدها ككل واحد لوحده مش كمجموعه يبقى كل واحد بيتصرف لوحده، ده crew were examined separately. ممكن اجمعه لو كان في اكتر من مجموعه، يعني مثلا اقول two different crews were sent. في بقى اسماء كليه دايما بتتعامل على اساس انها جمع زي people، police. برضو بنستعمل الابوستروفي اس لو احنا عايزين نعبر عن اسماء غير عاديه او مختصرات، يعني مثلا اقول ايه the two PMs met in secret، او اقول مثلا she always crosses her T's and dots her eyes، بمعنى ان هي دايما بتحط النقط على الحروف، يعني ايه ما بتخبيش اي حاجه. بالنسبه بقى للكومباوند ناونز اللي هي الاسماء المركبه اللي هي بتبقى مكونه من اكتر من كلمتين، دي بنجمع فيها الاسم الاصلي، يعني مثلا لما اقول girl friend هجمعها اقول girl friend، لان هنا girl بقت صفه الاسم فبجمع الاسم نفسه. زي classroom بقول classrooms. في برضو جمله زي mother in law بقول mothers in law، لان in law هنا اللي هي جمله اللي هي الشبه الوصفيه تمام. الاصل في المايه طبعا ايه بعض الشواذ زي ما احنا متعودين، يعني مثلا ماجي اقول حاجه زي مان فارمر هجمعها اقول من فارمرز، برضو زي مثلا حاجه زي جرون اب هجمعها اقول جرون ابس. نقطه بقى مهمه من هنا للصبح عن جمع الارقام، الكلمات اللي بتيجي بعد رقم ما بتتجمعش. اقولها تاني، الكلمات اللي بتيجي بعد رقم ما بتتجمعش، يعني هقول ايه، هقول 500، 3 مليون، مفيش حاجه اسمها 4 مليونز، دي مش موجوده. اجمعها امتى؟ لو جه قبلها ما كانش فيه اسم، يعني ما فيش حاجه قبلها، يعني مثلا اقول hundreds of people. طب بالنسبه بقى للجندر اللي هو جنس الكلمه، احنا عندنا اربع اجناس، معلش لا هما مش اتنين، هو masculine مذكر، feminine مؤنث، neuter محايد، common مشترك. المذكر طبعا اللي هو معروف اللي هو اقول مثلا boy، lion، tiger، انما المؤنث اللي هو اقول مثلا girl، tigress، lioness. المحايد بقى اللي هو neuter ده اللي هو بنستخدمه للجمادات، بن، تيبل، ديسك تمام. في بقى اللي هو المشترك اللي هو كومن، ده اللي هو بنستخدمه الحاجات اللي احنا مش عارفين جنسها، يعني زي اللي ايه مش قادرين نحدد جنسها، زي مثلا التشايلد او البيبي، البيرنت، الكازن، الانيمال. واحنا بنستخدم الحاجات دي لازم نحدد، يعني مثلا اقول the child didn't go to school as she was ill، ما استخدمش بقى معاها الضمير. تكوين المؤنث من المذكر، الاول بيبقى مثلا ان احنا بنكون عن طريق كلمه مختلفه، يعني مثلا son daughter، father mother، هكذا. مثلا برضو لما اجي اقول fiancé fiancé، monk nun، withered. في بقى كلمات بضيف لها ess مع اختلاف طفيف، يعني مثلا اقول duke duchess، prince princess، emperor empress، god goddess. في بقى كلمات بضيف لها ضمير بيفيد الجنس زي مثلا peacock بيهان. بالنسبه بقى للتناغم والتوافق بين الاسماء الفاعله والافعال، هو الاجريمنت والكونكورد هنا القاعده العامه بتاعته هي ان الفاعل المفرد بياخد فعل مفرد والفاعل الجمع بياخد فعل جمع، زي مثلا اقول the thief was arrested او the thieves were arrested. ايه بعض القواعد اللي محتاجه اقولها لكم، وهي ان الاسماء اللي هي بتتعاطف ب and تمام بتتجمع، يعني مثلا ما اقول علي and احمد هقول were absent yesterday تمام، لان انا ايه بقى اتنين بقى حال الجمع فبستخدم معاهم فعل جمع. طيب بالنسبه بقى لو جه بقى حروف عطف تانية زي or او neither nor، هنا هستخدم ايه، هستخدم فعل مفرد لان هو عايز على حد واحد بس فيهم، يعني هقول علي or احمد was absent yesterday، حد فيهم هو اللي كان غايب. في بقى ملحوظه عالميه هي ان الجمله اللي بتبدا بزير الفعل فيها بيتوافق مع الفعل الحقيقي، يعني ايه انا ماليش دعوه بزير، انا بشتغل بشوف مين الفاعل في الجمله وبوظف على اساسه الفعل، يعني مثلا لما اقول there is man sitting under the tree، هي is هنا عايده على المان عشان مفرد، لكن لما اقول مثلا اقول ايه there are some men sitting under the tree or مع man جمع زيها. بالنسبه بقى لتكوين الاسماء اللي هو forming nouns، في اسماء
هي بطبيعتها كده من غير ما احنا نعمل لها اي حاجه، زي مثلا boy ball girl tree. ممكن بقى ان احنا نحول بنفسنا اسماء من فعل verb او صفه adjective عن طريق ان انا اخد اصل الكلمه اللي هو الروت واضيف له لواحق اللي هي السفكس، ودول كتير تمام. ف يعني اسمحوا لي ان انا اقراه لكم احسن عشان ما انساش حاجه. يعني مثلا في اللي هو تي اي او ان او اس اي او ان، ده انفكشن او دايفرجن. عندنا اللي هو اي ان سي اي او اي ان سي اي زي اكسلنس اكسترافاجانس ارجانس. برضه عندنا اللي هو شيب اللي هو اس اتش اي بي اللي هو هاردشيب فريندشيب ريليشنشيب. في برضه عندنا هود اللي هو بيرنت هود براذر هود. في برضه عندنا اي اس ام وي اي اس ام ده كوميونيزم انسوسيازم. في برضه عندنا ايج اللي هو اي جي اي ده اللي هو برسنتج. سي واي اللي هو ديموكراسي بانكرابسي. في عندنا اللي هو اي سي اي وي اي اس اي اللي هو كاوردس اكزرسايز. في برضو عندنا تي يو دي اي لونجيتيود لاتيتيود. في عندنا اللي هو تي واي كابتيفيتي فانيتي. عندنا يو ار اي فور نيتشر اركيتكتشر. عندنا اي ار واي افياري لايبراري. عندنا دي او ام اللي هو دوكدوم فريدوم كينجدوم كويندوم. عندنا ان اي اس اس فرانكنس يوسفولنس ريدنس. عندنا TER laughter slaughter. في برضو IUM لو aquarium bacterium. بقى لو واحد بتضاف لأصل الكلمة تمام أو للفعل علشان تسمي الفاعل أو أصحاب المهن. ER bigger schooler liar ER lawyer writer player EUR amateur OR doctor actor emperor IAN لو IAN musician Liberian IST او AST كمان اللي هي dentist pianist enthusiast. في برضو عندنا اللي هو IER اللي هو فرير مثلا. في كمان اللي هو EER اللي هو engineer profiteer. في برضو اللي هو write اللي هو playwright. في عندنا ANT ant اللي هو servant servant. في عندنا اللي هو double E اللي هو EE employee. في عندنا ART اللي هو dunkard sluggard لتسمية اسم المبالغة لفعل الفعل. فهمتوا الفكرة؟ ساعات بنكون الأسماء للتصغير زي مثلا أقول كليب اللي هو تصغير كلب بصيلة اللي هو تصغير بصلة هكذا. يعني مثلا في منهم اللي هو ING اللي هو duckling changeling. في اللي هو KIN mannequin. في اللي هو OCK bullock. في اللي هو LAT droplet. في ET casket facet. في برضو اللي هو EWTE اللي هو روزت سيجاريت. في عندنا اللي هو الاي ان كيتن ميدن. في عندنا اليو ال اي تمام اللي هو مولكيول. وبكده نكون خلصنا اول حصه تمام تعتبر من القواعد الجراماريه للانجليزيه. واتمنى ان انا اكون فتكم تمام بس يكون بقى قدر كبير مش ضعيف. ان شاء الله على مدار لسه الفيديوهات الجايه هلملكوا كل القواعد بتاعت اللغة وهتدركوا معايا قد ايه هي سهلة ومش محتاجة التعقيد اللي حصل ده خالص وهتتعلموها ببساطة وهتبقوا فاهمين القواعد دي جاية منين. مش هتبقوا بتحفظوا خلاص، لا لازم تبقوا عارفين كويس ده جا هنا ليه وده اتحط هنا ليه علشان يبقى سهل ان هو يتحفر في ذاكرتكم وما يروحش مع الايام لان الحاجات دي بتطير. فلازم الطريقة الصح تتدرس بيها، غير كده هتلاقوا لو انتوا عايزين تشوفوا لسه فيديوهات جايه تعليميه عن اللغه الانجليزيه ما تنسوش تشتركوا في القناه وتضغطوا زر الاعجاب وتعملوا مشاركه عشان الفايده تعم وتوصل لغيركم. وبرده تسيبوا لي لو في اي استفسار او سؤال انتوا عايزينه عن الجزء بتاع النهارده اكتبوا كل حاجه انتوا نفسكم فيها وانا ان شاء الله هضيفها وهجاوبكم عليها في الحلقات الجايه. والسلامه.